سماعيهم بالحدث جاءوا للمشاهدة بأم أعينهم، فلم يتوقع هواة تربية الطيور الداجنة في دول الخليج أن يحضروا مسابقة اختيار ملكة جمال الدجاج في السعودية. أكثر من 120 نوعا من الدجاج كانت في وسط حشد من الحضور يزايدون ويصوتون على الأفضل والأجمل. تقريبا أنواع كثيرة، في منها البوم السلكي، الفارس القزم، في البراهما، وفي الكوشن. الأسعار تتراوح يعني من 2000 إلى 5 إلى 6 توصل 10. نخبة من جميلات الدجاج والديكة يتمخطرون ويتباهون بألوانهم وأشكالهم، فأسعارهم قد تتجاوز 10,000 ريال، أي ما يعادل 2500 دولار. ورغم كثرة الهواة لهذه الأنواع إلا أنهم لم يجدوا فرصة التوسع أو المشاركة الدولية. والله في الآونة الأخيرة الحمد لله وصلنا لمواصفات عالمية، يعني في ناس عندنا ممكن تسابق بأوروبا إذا صح التعبير. لكن المشكلة الوحيدة اللي احنا نعانيها إن ما في أي جهة رسمية تتبنى هالمزايات أو تتبنى هاللقاءات. الكثيرون يؤيدون أنها فرصة استثمارية ومربحة، فقائمة الحضور تضم جنبا إلى جنب المبتدئين الذين يبحثون عن دخل إضافي أو الهواة الذين يعملون في مراتب عليا. هاني صفيان، العربية، الرياض.